نعمان الدولار احنا شايفين 20 قرش في كذا يوم، يعني مظبوط. كان حاجة و60 نط لحاجة و70 والنهارده في بنوك 17.90. النهاردة 17 88 90. مظبوط. ده لما الناس بتشوفه بتقلق. ما انا لا اظن ان ده حاجه مستمره معانا فتره طويله، ليها سببين بالاساس. الاسبوعين اللي فاتوا البنك المركزي خد قرارين مهمين جدا، اهمهم انه فك كل القيود على الايداع والسحب من والى البنوك العامه والخاصه، وده بالتالي كل الشركات اللي كانت بتستورد عن طريق ان هي بتشتري من السوق السوداء وتعمل ايداع في البنوك كان محطوط لها سقف ال 50,000 دولار في الشهر، النهارده احنا شلنا ال 50,000، فكل الانشطه اللي كانت يعني مقلله حجم الاستيراد بتاعها بسبب القرار ده اتشالت، فبيحصل في شراء من السوق السوداء بيتم ايداعها في البنك، فعشان يفضل مبدا التعويم مستمر معانا لازم البنوك بتطلع مع اي طلب بيحصل في السوق السوداء عشان وكمان ما يتعرضش لانه لنفس الازمه اللي قبل كده. اترفع القيد على الواردات غير الاساسيه. مزبوط. يعني الاول كان البنوك بتمول واردات اساسيه فقط، دلوقتي البنوك ممكن تمول وترفع هذا القيد. مزبوط. ان هو ممكن الناس اللي عايزه تستورد حاجات ترفيهيه، حاجات رفاهيه، حاجات غير اساسيه غير الاكل والشرب اللي هو الزيت والسكر والحاجات الاساسيه دي ممكن ان هم يستوردوه، فابتدى يبقى فيه طلب زياده. مظبوط.